أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. وزير الصحة يعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. لجنة أمن الخرطوم توجه بحجز العربات المخالفة لحظر التجوال وسحب الترخيص. القوات المسلحة تنفي نقل جنود لدعم أحد طرفي الصراع في ليبيا. أهلا بكم. أعلن وزير الصحة عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 442. ووصف وزير الصحة أكرم علي التوم الوضع في البلاد بخصوص وباء كورونا بأنه مزعج، وأوضح أن السودان دخل مرحلة الخطر. وقال الوزير في تصريحات صحفية إن المرض كان محصورا في ولاية الخرطوم والآن انتشر في 10 ولايات، وأشار إلى أن الدولة كانت متفائلة بالسيطرة على المرض في مراحله الأولى، وحذر من النقص الكبير في المعينات الطبية الموجودة الآن والتي لا تكفي لأكثر من أسبوعين، وأن أدوية بعض الأمراض اختفت تماما، والدولة تحتاج مبالغ كبيرة لاستيراد الدواء. في 6 أسابيع، شهر ونص، وصلنا ل 375 حالة. 375 حالة. كنا متفائلين إنه نحن المرض ده بنقدر نتحكم فيه. الليلة أنا ما متفائل كله. والسبب حاجتين. نبدأ بالعندنا، الفيك بالدربو أهلنا بقوله. في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة لازم تكون في طريقة أحسن بتاعت استلام البلاغات، طريقة أحسن بتاعت توصيل الإسعاف للناس اللي يشيلوا منهم عينات، طريقة أحسن بتاعت إنه الزول اللي بيكون عنده أعراض يتعاملوا معاه بجدية أكتر. وبدينا نحن نصلح الحاجة دي بالتشاور مع ولايتي الخرطوم وولاية الجزيرة. بدينا إنه عملنا تغيير في الإدارة بتاعت المعمل القومي، معمل الصحة العامة القومي، وماشيين لسه لقدام. وصلنا كل المعينات والألبسة الواقية لكل الولايات. كمية الدواء عندنا أصناف كثيرة انعدمت، أصناف كثيرة للعلاج الكورونا ولغيرها انعدمت، ومحتاجين لقروش نجيب دواء. المحلات اللي بنعزل فيها الناس في جبرة محتاجة لصيانة، والعدد فيها ذاته اكتمل. فتحنا مستشفيات تانية هنا، مستشفى يونيفرسال، مستشفى الراجحي، مستشفى المعلم، مستشفى جرش، في كل واحدة من الولايات. ما شاء الله عليهم مدراء الصحة في الولايات، نحييهم ونحيي السادة الولاة لتخصيص عنابر بتاعت عزل. من جانبه أبدى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أسفه لعدم استجابة المواطنين لحظر التجوال الشامل الذي فرض نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ووصف الأوضاع بأنها خطيرة وتتطلب من الجميع الالتزام بالحظر الشامل. وقال فيصل ما لم يحدث انخفاض في مستويات الإصابة فلا يتوقع أحد انفراج في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا. التقارير عن أوضاع الحظر يمكن الناس كلهم لاحظوها وكتبوا إلينا حتى في السوشيال ميديا أو في الرسائل عبر التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي. في إجماع لأنه الحظر بمعناه الشامل غير مطبق، وبالذات مع بداية اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل رمضان، ربما يعني الناس تفكفكوا أكثر من الإجراءات اللي كان مطلوب منهم أن يتخذوها، التباعد الاجتماعي، البعد عن التجمعات الكبيرة، أن يلزموا منازلهم وكده. صارت هناك حركة كبيرة جدا في الشوارع في كثير من مناطق العاصمة، رجع ستات الشاي، محلات بيع الأطعمة، حتى المواصلات العامة في بعض مناطق العاصمة في تقارير عن إنها بدأت تعمل. ثم الفكرة بتاعت فتح محطات البنزين للناس، لأنه الناس كان يشتكوا بأنه يريد يعني حتى وإن كانوا لا يتحركون بالسيارة لكن يرغبون في أن يكون لديهم قليل من الوقود في السيارة للطوارئ. وجهت لجنة أمن ولاية الخرطوم بتشديد إجراءات الحظر الصحي وحجز العربات المخالفة وسحب الترخيص ورخص القيادة. وعقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعا طارئا برئاسة والي الخرطوم يوسف آدم الضي. وقال الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي مدير شرطة ولاية الخرطوم إن الاجتماع تناول بالبحث تشديد الإجراءات الخاصة بتطبيق الحظر الصحي الشامل في ظل تصاعد الإصابة بفيروس كورونا. وطالبت اللجنة المواطنين الالتزام الكامل بموجهات وزارة الصحة حفاظا على سلامتهم من هذا الوباء القاتل. وقال إن الاجتماع أبدى تحفظا كبيرا على الحركة الواسعة للسيارات خلال فترة الحظر، وقرر زيادة الارتكازات
لمنع المرور وحجز العربات التي لا تحمل تصريح مرور وإلغاء ترخيص المركبة وسحب رخصة القيادة وتقديم المخالفين لمحاكمات عاجلة وتفعيل المرسوم الصادر من رئيس مجلس الوزراء وتطبيق العقوبات التي نص عليها المرسوم ومنع أي شكل من أشكال التجمعات. قررت لجنة طوارئ مجابهة كورونا بولاية الخرطوم إحكام التنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية فيما يلي اتخاذ أعلى درجات التشدد في تطبيق الحظر والإغلاق الشامل لولاية الخرطوم، فيما دفعت القوات النظامية بأعداد إضافية لزيادة عدد الارتكازات وتعزيز أعمال مراجعة أذونات المرور، حيث دفعت القوات المسلحة بعدد 550 فردا، فيما دفعت قوات الدعم السريع بعدد 2700 فرد. وقال رئيس اللجنة إن هناك تواصلا مع اللجنة العليا ووزارة النفط لوقف إمداد الطلمبات بالوقود لمنع تكدس العربات إنفاذا لموجهات منع التجمعات، ليتم تخصيص فقط 15 طلمبة للطوارئ ثلاث محطات لنقل القمح وأربع محطات للزراعة. إلى ذلك اطمأن الاجتماع على موقف توفر السلع للمواطن داخل موقعه وسكنه، وعلى رأسها الانفراج في الخبز والجهود المبذولة لتوفير الغاز والسكر المدعوم وسلة الغذاء للفئات المتأثرة بالحظر. شددت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية نهر النيل على ضرورة التطبيق الصارم لقانون الطوارئ في مواجهة المخالفين له. وقال رئيس دائرة الصحة والسكان بالولاية عبد المنعم بلة إن أي تراخ أو تباطؤ في تفعيل قانون الطوارئ سيحفز المواطنين على انتهاكه وتجاوزه، ولفت إلى أن خروقات القانون المتمثلة في كسر حظر التجوال واتساع حركة التنقل في الأسواق وما بين الأحياء والمحليات سيقود الولاية إلى مآلات كارثية، وذلك بتفشي وانتشار حالات الإصابة بالفيروس. وأعرب بلة عن بالغ قلقه من استمرار ظاهرة التسرب من وإلى الولاية عبر منافذها الحدودية الشمالية والجنوبية، وأكد أن ولاية الخرطوم باتت تشكل أكبر وأخطر مهدد صحي لولاية نهر النيل في ظل تسجيلها لأعلى معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا. نفت القوات المسلحة السودانية وصول طائرة إماراتية إلى السودان لنقل جنود لدعم أحد طرفي الصراع في ليبيا. وصفت القوات المسلحة في بياننا اليوم الخميس ما نشرته قناة الجزيرة الإخبارية بالمعلومات الكاذبة التي تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة البلاد ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا. وقالت إنه تم نسج أخبار وصفتها بالكاذبة تزامنا مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم الدولي في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للأسر الفقيرة بمناسبة شهر رمضان المعظم، تحتوي على مساعدات صحية وإنسانية. وأشار البيان إلى أنه لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل أي محتويات أخرى من السودان، والحديث عن حضور مسؤول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء الليبيين عار من الصحة. وأكدت القوات المسلحة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الإخبارية بما يحفظ حقوق السودان ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسوي له نفسه ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح. سيد الوزير مرحبا بك، مساء الخير. البلاد حسب حديث وزير الصحة دخلت مرحلة الخطر بالنسبة لوباء كورونا، كيف تبدو أو كيف يبدو التعامل الحكومي مع ذلك؟ مساء الخير. مساء الخير لكل السادة المشاهدين، والحمد لله على سلامة العودة لقناة الشروق. الله يسلمك. أعتقد أن السيد وزير الصحة في التقرير الصحي والطبي اللي قدمه أمس واليوم قدم صورة يعني تشي عن حقيقة الوضع. نحن الآن في مرحلة الانتشار المجتمعي، يعني عندنا مؤشرات أرقام تدلل على أنه في انتشار مجتمعي تجاوز ولاية الخرطوم اللي كانت المرحلة الأولى، تجاوز ولايتين ثلاثة، الآن نحن وصلنا لمرحلة 12 أو 13 ولاية، وبالتالي نستطيع أن نقول أنه تقريبا أي ولاية في السودان الآن وصل. يعني التقارير اللي فيه موجودة وصلت لحد نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر والقضارف وسنار الجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وشمال كردفان واثنين من ولايات دارفور، فالانتشار كبير والمؤشرات خطرة والأعداد في تزايد. القضية الأساسية أن احنا الآن بنعاني منها أنه ما في التزام بالحظر كما نحن توقعنا،
توقعنا انه يكون في التزام كبير جدا، ولذلك صحيح نحن ما شددنا الاجراءات الامنيه ولا شددنا لائحه الطوارئ ولا العقوبات، وراهنا على وعي الناس انه الناس ينتبهوا الى انه في انتشار كبير للمرض، وبالتالي الناس يعملوا حسابهم. اغلقنا الجامعات والمدارس، بدينا خطوات ثم فرضنا الحظر الجزئي لحد يعني من 6 مساء الى 6 صباحا، ثم بعد ذلك اضطررنا الى مرحله هذا الحظر الشامل. الان كل المصالح الحكوميه، الشركات، البنوك مغلقه عشان نتيح للناس البقاء في منازلهم. ودي حائط الصد الاول للمرض هو التباعد الاجتماعي، انه الناس يقللوا من الاختلاط مع بعضهم البعض ويلتزموا بالاجراءات الصحيه. في عدم التزام كبير جدا، وكما تفضل وذكر قبل شويه البروفيسور صديق تاور نحن قدمناه في تنوير قبل قليل، انه حنضطر الى تشديد الاجراءات الامنيه. القوات النظاميه الموجوده في الشوارع حتكثر، ونقاط الارتكاز حتكون اكثر. حنشدد لائحه الطوارئ فيها حتى يعني حجز السيارات المتحركه من غير اذن، اغلاق المحلات المفتوحه من غير اذن، وهكذا. يعني حنضطر لهذا التشديد لانه المؤشرات مقلقه، مؤشرات خطيره. اضف الى ذلك انه نحن نظام مستشفى قدراته محدوده جدا، ما بيقدر يعني على اعداد كبيره من المرضى. الان نحن مستشفى جبره تقريبا مليء، بنفتح في يونيفرسال وبنفتح في نافذه اخرى في مستشفى الراجح في مدرمان، وده كله عشان نزيد من الطاقه بتاعت القدره على العزل والحجز. لكن اذا الاعداد كبرت بشكل كبير جدا قد ما نستطيع انه يعني نجاري هذه الاعداد الكبيره. نعم السيد الوزير، يعني انت تتحدث عن 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 يعني عدم التزام من المواطنين بالحظر الشامل، وهناك ايضا ضعف في يعني المدخلات ومعينات الصحة التي تواجهون بها هذا المرض. كيف ستجابه الحكومة هذا الموقف؟ يعني الآن هناك عدم التزام من المواطنين، وقلة أيضا في الأدوات الصحية، وقلة أيضا في المخزون الدوائي كما تحدث وزير الصحة بالأمس. نحن شغالين على عدد من المستويات، لكن واحد من المستويات اللي حيبتدي من بكرة هو التشدد في تطبيق الإجراءات. القوات المشتركه حتنتشر في مناطق كثيره في العاصمه، في كل الشوارع الرئيسيه مش في الكباري بس، بحيث انها تحيد من حركه المواطنين. حتطبق لائحه الطوارئ بحذافيرها، هذه الطوارئ فيها ايقاف السيارات وحجزها لفتره، وفرض غرامات على الناس واحتجاز الناس نفسهم وتقديمهم لمحاكمات، بعضها غرامات وبعضها سجن، فحيكون في تشدد شديد. ده جزء من الاجراءات. الاجراءات الثانيه احنا كنا ندرك انه ما نقدر نقول للناس اقعدوا في بيوتكم اذا كانت في شح في المواد التموينيه وفي السلع الاساسيه، واللي اشتغلنا عليها في الفتره الاولى مساله انه اكبر قدر ممكن من الغاز يتوفر، قد ما يكون يتوفر في كل انحاء ولايه الخرطوم، لكن نستطيع النزع منه في مناطق كبيره. وصلت الانابيب الان، وعبر لجان المقاومه ولجان التغيير والخدمات في الاحياء بتنظم فيه. الخبز ايضا الان كميه الدقيق الموزع للمخابز يكفي حاجه ولايه الخرطوم، يمكن يكون برضه في مشاكل لوجستيه في النقل والتوزيع، ولكن في مناطق كثيره الخبز الان توفر. السلع التموينيه فتحنا لكل شركات المواد الغذائيه انها تتحرك 24 ساعه عند اذن بحيث انها توصل المواد التموينيه. الدعم الاجتماعي بدا للمناطق الفقيره في اطراف العاصمه، يصير دعم سعري، وحيكون في دعم نقدي للقطاع الهامشي اللي الناس بيعتمدوا على رزق اليوم باليوم واعمالهم توقفت. فنحن شغالين في اكثر من اتجاه، انه نحن بقدر الامكان يعني نقلل من حوجه الناس الى الخروج في المنازل، ومن جانب اخر نشدد الاجراءات للناس اللي عايزين يطلعوا تغني كل شيء. نعم السيد الوزير، يعني بالامس تحدث وزير الصحه عن يعني ربما الاتجاه لحظر لمده اسبوع، حظر شامل وعدم الخروج يعني في اي وقت من اوقات اليوم للمواطنين لاخذ احتياجاتهم مع توفير يعني الاحتياجات من قبل الحكومه. في حال ورود هذا الامر يعني انا لم يقل ذلك، وزير الصحه لم يقل ذلك، انا قرات هذا الكلام منتشر في السوشيال ميديا. لكن حكايه حظر شامل لمده اسبوع ما فيه اي خروج، وزير الصحه لم يقل. نعم يعني لا يوجد اي اتجاه لهذا الامر. تكلمنا عن تشديد الحظر، تكلمنا عن اجراءات مشدده، لكن الاغلاق الكامل حتى الان لم يتم. نعم اليوم وزاره الدفاع والحكومه كذبت خبر نقل جنود سودانيين الى ليبيا، كيف تتعاملون مع مصادر تلك الاخبار؟ والله شوف احنا مع الاسف الشديد لفترات طويله جدا طولنا بالنا، احنا ما احنا ملتزمين بالحريات الصحفيه، ملتزمين باحترام قواعد العمل الصحفي وحق الناس، يعني في نقد الحكومه او كشف سلبيات عند الحكومه دي شيء متاح لاجهزه الاعلام، وده واحد من انجازات الثوره، يعني الثوره دي قامت عشان تضمن الحريات للناس والحريات للاعلام. احنا حريصين على ذلك، ولكن في نفس الوقت تضررنا من كثير جدا من الاخبار الكاذبه. انت لما تكون في سوشيال ميديا من افراد بتفهم
لكن لما يكون من أجهزة إعلام كبيرة سواء كانت سودانية أو عربية أو عالمية، هذا يعني مثير للدهشة والاستياء. قناة الجزيرة درجت على إنها خلال فترة فاتت تنشر أخبار كاذبة، وبنقوم بتصحيح الأخبار دي، لكن هم مصرين على ذلك. وده نهجي في النهاية نحن هنتعاون معه بالقانون، نحن ما هنتخذ إجراءات عقابية استثنائية قمعية أو أمنية، لكن في قانون بيننا وبينهم، القانون بتاعنا بيدين نشر الأخبار الكاذبة والأخبار غير الصحيحة. ولذلك بيان الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليوم واضح أنه سنأخذهم من المحاكم بالقانون، لأنه في النهاية بيننا وبين الآخرين القانون، إحنا قبلنا أن نحتكم للقانون وعليهم أيضا أن يقبلوا ذلك. إحنا نأمل أنه أجهزة الإعلام يعني تعمل في حدود المعايير المهنية المعروفة بتاعت المصداقية والتأكد من صحة الخبر وصدقه وغيره، وما تثير الشائعات والأخبار غير الصحيحة. نعم سيد الوزير، ما هو موقف الحكومة السودانية من الوضع القائم والصراع القائم في ليبيا؟ والله يا موقفنا أعلنا أكثر من مرة وكررناه، نحن مع حل تفاوضي سلمي في ليبيا، ومستعدين إذا طلب مننا أنه نقدم كل ما نستطيع لكل الأطراف الليبية أنها تقعد وتتفاوض، والحل التفاوضي السلمي هو أفضل لأنه بيوفر على الناس كلفة عالية في الأرواح وغيره. النقطة الثانية، نحن لا نتورط في أي عمل عسكري في ليبيا مع أي طرف، هذا غير وارد مطلقا. القوات النظامية السودانية لم تكن يوما من الأيام طرف في الصراع في ليبيا ولن تكون، ده موقف معلن، ما فيه أي تردد ولا فيه أي تغيير ولا في أي إمكانية لأنه يتغير، لأنه ليس لدينا مصلحة في ذلك. إحنا أعلننا مبادئ حسن الجوار مع كل دول الجوار، إذا استطعنا أن نساعدهم سلما فلنفعل ذلك، إذا ما استطعنا أن نكف أيدينا وأنفسنا عن التدخل في شؤونهم الداخلية. فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، شكرا جزيلا لك. جدد السودان موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ودعا لأهمية وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وأكد وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين في كلمته في الدورة غير العادية الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أكد على موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية ودعا لأهمية التحسب للمتغيرات الدولية التي تستغلها إسرائيل في تنفيذ مخططاتها وفرض سياسة الأمر الواقع، وأشار إلى جائحة كورونا التي تشغل العالم حاليا. وشدد الوزير على أهمية وحدة الموقف العربي في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين، كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن. وبحث الاجتماع الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الجامعة العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وقد أجاز بالإجماع مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين. تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان برقية تهنئة من الرئيس الفاكير مايارديت رئيس جمهورية جنوب السودان بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبر الرئيس الفاكير عن خالص تهانيه وتبريكاته لحكومة وشعب السودان بهذه المناسبة، وعن تمنياته وتمنيات شعب جنوب السودان بأن يتجاوز السودان ببركات هذا الشهر جميع التحديات التي تواجهه، خاصة وأن الشهر الكريم جاء هذا العام في وقت تجتاح فيه العالم تحديات صحية حرجة. وتمنى الرئيس الفاكير أن يكون شهر رمضان فرصة للتضامن بين الشعبين الشقيقين. سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل وصول باخرة تحمل 32 ألف طن من البنزين وأخرى تحمل 12 طن من الغاز. أهلا بكم من جديد إلى هذه الطائفة من أخبار العالم، أبدأها من ليبيا، حيث قال المتحدث باسم قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي إن قواته ستوقف إطلاق النار في شهر رمضان، وذلك بعدما منيت بانتكاسات خلال قتال عنيف على مدى أسابيع مع قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا. وقال المتحدث أحمد المسماري في بيان تلفزيوني إن وقف إطلاق النار جاء بطلب المجتمع الدولي والدول الصديقة. وقال الجيش الوطني وحكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس مرتين هذا العام بالفعل إنهما سيوقفان القتال، غير أن الشهر الماضي شهد تصعيدا كبيرا في المعارك. دعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.
وأشادت في الوقت ذاته بما حققته قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر من تصد للإرهاب. ولم يعلق البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي مباشرة على إعلان حفتر يوم الاثنين أن قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي التي يقودها ستمسك بزمام السلطة، منحيا اتفاقا سياسيا أبرم عام 2015 وكان الأساس لكل مساعي إقرار السلام الدولية. وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصد للعمليات الإرهابية وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة الميليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا. وشدد البيان على دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن على الزعماء العراقيين التخلي عن نظام المحاصصة الطائفية وتقديم تنازلات للمساعدة على تشكيل حكومة وتعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن وبغداد. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب في الوقت الذي دخل فيه الكاظمي أسبوعه الثالث في محاولة تشكيل حكومة. وقال وزير الخارجية يجب على العراق أيضا أن يستمع إلى نداء كثير من عناصر المجتمع العراقي بوضع كل الجماعات المسلحة تحت السيطرة، ونحن نرحب بالخطوات التي اتخذت في الأيام الماضية في هذا الصدد. عقد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا مع أبرز وزرائه اليوم الخميس لبحث كيفية تخفيف إجراءات العزل العام في ظل ارتفاع أعداد الوفيات ووسط شكوك بشأن استجابة الحكومة لأزمة كوفيد-19. وأظهرت بيانات حديثة أمس أن وفيات مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في بريطانيا تجاوزت 26,000، وهو ثاني أكبر عدد وفيات على مستوى العالم. وستواجه الحكومة تساؤلات كذلك إذا لم تنجح في تحقيق هدف وضعه وزير الصحة مات هانكوك لإجراء 100,000 فحص للفيروس يوميا بحلول نهاية أبريل، إذ تعتبر الفحوص العامل الرئيسي لإنهاء التفشي. وعاد جونسون لعمله يوم الاثنين بعد شهر من إصابته بالمرض. اندلعت احتجاجات محدودة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان في عدة مدن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد مع استمرار الاضطرابات التي تعيشها البلاد لليوم الثالث على التوالي. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى فقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر وزيادة التضخم وارتفاع البطالة. وفي مدينة طرابلس بشمال لبنان رشق محتجون قوات الأمن بالألعاب النارية والحجارة، ورد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي. وفي مدينة صيدا بالجنوب ألقى المحتجون زجاجات حارقة على مبنى تابع للمصرف المركزي لليلة الثانية على التوالي. وتأتي أحدث موجة من الاضطرابات بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية الأسبوع الماضي، مما ينذر بزيادة جديدة في الأسعار في البلد المعتمد بشكل أساسي على الاستيراد. في أخبار الاقتصاد، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مواصلة الحكومة في دعم الدواء بجانب الخبز وغاز الطهي والدعم التقاطعي للكهرباء، بالإضافة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتوفير السلع الاستراتيجية كافة عن طريق موارده الذاتية. وقال وزير المالية عبر تغريدة له على تويتر: في الحقيقة بدأنا بزيادة الصرف على الصحة بطريقة غير مسبوقة، ولا سيما لمجابهة الكورونا لدعم وتوفير الدواء. وكشف عن خطط لإطلاق برنامج لتطوير الإنتاج ورفع الإنتاجية والقيمة المضافة في المدى المتوسط والبعيد، الأمر الذي يتطلب دفع المتأخرات للصناديق العربية وإعادة إطلاق المشاريع التنموية والخدمية المجمدة بالنظر لعدم دفع النظام البائد لهذه المتأخرات. كشف وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم عن دخول باخرة تحمل 32,000 طن متري من البنزين إلى المربط بالميناء صباح اليوم الخميس، وأكد بدأ التوزيع فيها. كما أعلن الوزير عن وصول باخرة محملة بغاز الطبخ تحمل 12,000 طن تم اكتمال إجراءاتها المالية وستدخل المربط لبدء التفريغ. وأشار إلى أن هذه الكميات يمكن أن تغطي حاجة الولايات بصورة كبيرة، ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا لطوارئ الوقود في ضبط وتوزيع المنتجات البترولية، مما انعكس على انسياب عمليات التوزيع ومحاربة السوق السوداء. واستعرض الوزير خلال اجتماع برئاسة الوزارة
الموقف الشامل لإمداد القطاعات الاستراتيجية بالبلاد بجانب موقف تنفيذ الموجهات التي تعمل على تنظيم ورقابة عمليات التوزيع، وأشار إلى دور شركات التوزيع وتعاونها. كشفت إحصائية جديدة عن نشاط التعدين التقليدي بالسودان أن عدد الأسواق بلغ 70 سوقا ب14 ولاية، وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الغرابيل العاملة في التعدين بلغت 4907، وبلغ عدد الحفر الكبيرة 161، بينما بلغت الآبار وخطوط الإنتاج 11241 خط، ووصل عدد أجهزة البحث والاستكشاف إلى 2619، فيما بلغ عدد المعدنين عن ذهب الوصال 3250، ووصل عدد الطواحين الرطبة إلى 9760، فيما بلغ إجمالي الطواحين الجافة 2671 طاحونة جافة. وأوضح تقرير أداء الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي لشهر مارس أن أكبر ولاية تضم أسواق تعدين هي ولاية جنوب كردفان التي وصل عدد الأسواق فيها إلى 16 سوق، تليها الولاية الشمالية بتسعة أسواق والبحر الأحمر بثمانية أسواق، ثم خمسة أسواق لكل من نهر النيل، القضارف، شمال دارفور، جنوب دارفور، وأربعة أسواق بكل من النيل الأزرق ووسط دارفور، وثلاثة أسواق بكل من شمال كردفان وغرب كردفان، وسوقين بولاية كسلة وسوق واحد بولاية سنار. أعلن وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح عن انسياب صادر الماشية للمملكة العربية السعودية. وكشف الوكيل في تصريح لوكالة السودان للأنباء عن تحرك باخرة تحمل 20,000 رأس من الماشية نحو المملكة، وأشار إلى أن العمل يجري الآن على تجهيز الباخرة الثانية للتحرك. وقال الوكيل إن عمليات الصادر تمت وفقا للاتفاق مع المملكة العربية السعودية، وذلك بالالتزام بالاشتراطات الصحية القديمة من حجر لمدة 30 يوما زائد الفحوصات المطلوبة، وعزى إعادة الباخرتين خلال الأسبوعين الماضيين من السعودية إلى خطأ في الترتيبات الفنية. ولفت إلى أن الشحنة التي تم إرجاعها من السعودية يتم الترتيب لإعادتها مرة أخرى عقب اكتمال الشروط الفنية التي أثبتت خلوها من أي موانع. جدد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين تركيز حكومته على توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في العملية الزراعية، وأشاد الوالي بالنجاحات الكبيرة التي تحققت بفضل إسناد الشركات والمشاريع الاستثمارية لنفرة زراعة القمح بولايته خلال العروة الشتوية. وأعلن الوالي حماد لدى زيارته مشروع الأمن الغذائي بعطبرة وموقع الشركة العربية لإنتاج المحاصيل بالمشروع، أعلن عن دعمه الكامل للمشروع والتصديق بشراء طلمبتين لمعالجة مشكلة الريف في ظل انحسار النيل. وأكد الوالي حرص حكومته على تأهيل مشروع الأمن الغذائي حتى تتمكن الشركة العربية لإنتاج المحاصيل من التوسع أفقيا ورأسيا في أنشطتها الزراعية الداعمة للاقتصاد الوطني. الآن نحن بمشروع الأمن الغذائي عطبرة الشركة العربية، هذا الذي ترونه هو امتداد لهذا المشروع، وهذه هي محاور بتاع البرسيم، وهذه شركة تمتلك 50 محور ما يتم استغلاله الآن، 9 محاور فقط، أرض خصبة، أرض معطاء، إمكانيات مهولة من الآليات، خبرات زراعية يعني كبيرة جدا، أيدي عاملة، كل الأشياء دي يحول دون عمل استمراريتها موضوع الموية وأعطال محدودة. ونحن يعني من خلال هذه الزيارة ومن خلال الغائمين على أمر هذه الشركة والغائمين على أمر المشروع ودائرة الزراعة بالولاية، هنالك برنامج إزعافي عاجل جدا جدا نطلع به جميعا حتى يأتي أكله في القريب العاجل، والمخرج لهذه الولاية بل البلد.